صبح على ريتاج ونقول لها صباح الهنا يا ريتاج. صباح الخير يا قلبي. صباح الهنا يا عيوني، عامله ايه؟ ايه الجمال اللي على الصبح ده؟ انا عايز اقول لك ان انا بعشقك عشق قد الدنيا. انا بقى وانا في المدرسه مخليهم يجيبوا لي مخصوص عشان اتفرج عليك. يا لهوي عليا، ايه الجمال ده؟ ما تحرمش منك يا رب. عسل انت قمر انت، بصي طلب طلبين بس يا ريت ما يقطعوا الخط. مش هيقطعوا الخط، و10 طلبات مش طلب واحد. ماشي يا روحي. بصي انا اول حاجه اقول لماما كل سنه وهي طيبه، وهي طيبه بالف خير. عيدها في الجنه احلى يا حبيبتي والله العظيم. وتاني حاجه اقول لعمته مديحه كل سنه وهي طيبه امي طب انا اجيبه ازاي ده؟ وفي حاجه كمان ذمتك يعني. عمته رشا اقول لها كل سنه وهي طيبه. كل سنه وكل عماتك وكل حبايبك بالف خير، اللهم امين يا حبيبتي. اموري 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 اموري. في حد انا بحبه قوي عايز احتفل بحبه، يقول له ايه؟ لا خدي هنا بس تعالي لي. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 10 سنين. يا لهوي، ومين اللي بتحبيه وعايزه تعترفي له بحبك ده؟ انتي. ايه؟ انتي. يا لهوي عليا. يا لهوي عليا. وانا بحبك قوي والله العظيم، ما تحرمش منك. والمصحف انت سكر يعني، ايه الاستباحه الحلوه وايه اليوم الجميل ده؟ ما تحرمش منك يا ريتاج. قولي لي. حاجه عايزه اقول لعمته مديحه كل سنه وهي طيبه، ربنا يخليها لي. ويخليكي ليها وتفرح بيكي وتشوفك احلى عروسه في الدنيا. ريتاج ممكن اطلب منك طلب؟ فصلت يا خساره. طب ريتاج لو انت لسه سامعاني على الشاشه، انا عايزه اطلب منك طلب، ممكن تتصلي تاني تدي رقمك لرغده؟ لو سمحتي يعني، لو ينفع. ما ينفعش خلاص. نورتيني وصباحك هنا وسعاده يا حبيبتي يا رب.